كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك تأسست عام 1845. نورسات الأردن زارت الكنيسة والتقت براعيها الأب الأيكونومست يوحنا حماتي، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن تاريخ هذه الكنيسة في سياق التقرير التالي. الكرك إحدى مدن المملكة الأردنية الهاشمية، تتميز بأنها من المدن القديمة والعريقة، ضاربة بجذورها أعماق التاريخ، وتبعد عن العاصمة عمان ما يقارب 120 كيلومترا. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. ما بين قلعة الكرك الأثرية وبين الأحياء والأسواق القديمة في المدينة تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس، تلك الكنيسة التي بنيت على مساحة 3 دونمات و250 مترا مربعا، أقيمت على 6 أعمدة وأسقفها من الأقواس المميزة، يبلغ طولها 12 مترا وعرضها 5 أمتار. يفصل بين الهيكل وصحن الكنيسة الأيقونوستاس الذي يحمل 12 أيقونة مميزة رسمت بفن بلغاري بديع يعود زمنها لعام 1845. تبرعت جمعية يونانية ببناء الكنيسة في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات سيادة المطران ماليتيوس أبو النور، الذي قدم في حياته خدمات جليلة للمحافظة. وفي عام 1843 قام المطران أبو النور بشراء قطعة الأرض، وبعد عامين بدأ بوضع الأساسات للبناء الذي استمر ل3 سنوات، وفي 15 من شهر آب لعام 1849 كان يوما مشهودا حين قام سيادته بتدشين الكنيسة وإعلان بدء الصلوات والابتهالات فيها. تحوي الكنيسة من الداخل كتباً للصلوات ومخطوطات وأوان للمذبح، وهي قديمة جداً تعود لعام 1874. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. في لقائنا مع قدس الأب الأيكونوموس يوحنا حماتي راعي الكنيسة، حدثنا عن هذا الصرح الديني العريق وتاريخه البهي، وعن المرافق المجاورة للكنيسة والنشاطات الرعوية فيها. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة الكرك. هاي الكنيسة المساحة الإجمالية لكل الوقف حوالي 3 دونمات و250 متر مربع. الكنيسة تقريبا مساحتها الداخلية حوالي 400 متر مربع، مبنية على شكل أعمدة. في عنا 6 أعمدة موجودة في الكنيسة، من 3 من اليمين و3 من الشمال، وهي على شكل العقد، عقد القديم من جوا حجر. الكنيسة تقريبا طولها حوالي 12 متر وعرضها 5 متر بارتفاع 4.5 متر. الكنيسة من الداخل الهيكل في عنا حنية موجودة فيها طبعا الأرحب من السماوات، في عنا كمان المطالبسي الرب يسوع المسيح يناول التلاميذه، وفي عنا طبعا الأساقفة الموجودين فيهم معلمي المسكونة
القديس باسيليوس، يوحنا ذهبي الفم، وريغوريوس اللاهوتي، وفي عنا نيقولاوس، في عنا أثناسيوس موجودين في حنية الكنيسة، في حنية الهيكل. هاي الكنيسة طبعاً بتحتوي على 12 أيقونة قديمة جداً منذ بناء الكنيسة في عام 1845. الفنان طبعاً هم من الزيت، الفنان اللي رسمهم للكنيسة قدمهم هدية للكنيسة، وتقريباً الفن اللي بنى اللي رسم فيه الأيقونات هو الفن البلغاري أو الفن الروسي، لأنه الجمعية اللي تبرعت في بناء الكنيسة هي جمعية يونانية روسية زمن المطران ميلاتيوس أبو النور، مطران بيترا اللي كان موجود في هاي المنطقة وبيخدم في هاي المنطقة. تم شراء الأرض في عام 1843 عن طريق المطران هاي المنطقة اللي اسمه ميلاتيوس أبو النور. في عام 1845 بلشوا بناء في الكنيسة لعام 1848. بعد العام 1840 في 15 آب 1849 تم تدشين الكنيسة من قبل مطرانها ميلاتيوس أبو النور. في الكنيسة في عنا أواني مقدسة، في عنا مخطوطات، في عنا صلبان قديم بتحوي هاي الكنيسة طبعاً، والأواني الحديثة طبعاً هي قدموها مع الثريات، مع كل إشي موجود في الكنيسة قدموه أهل المؤمنين اللي بيخدموا أو بيصلوا في هاي الكنيسة. الرسومات الموجودة في أعلى سقف الكنيسة هي عبارة عن الأعياد السيدية، من عيد قيامة، تنزيل المصلوب، في عنا كمان حياة القديس جورجيوس، في عنا هون كمان بيحكي لنا عن رقاد السيد العذراء وينبوع السيد العذراء وحياة السيد العذراء بشكل عام. في عنا في الكنيسة كمان في عنا المريسية، هو بيت ضيافي موجود في الكنيسة بيحوي على مكتب للكاهن، عنا قاعة استقبال رسمية، وفي عنا منامات اللي بتتبع للرئيس الروحي لمدينة الكرك إذا وجد. في عنا قاعة كبيرة وقاعة صغيرة بتخدم أبناء رعية الكرك. في عنا مدارس أحد وعنا شبيبة وعنا لجنة سيدات. مدارس الأحد والشبيبة بيجتمعوا يوم الخميس، ولجنة السيدات كل يوم أحد بعد صلاة الابتهالي للسيدة العذراء مساء. طبعا في عنا كثير طموحات لأبناء الرعية، وأولهم هو بناء خاص يكون إلنا مدرسة تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، تخدم كل أبناء الطائفة، طائفة الروم الأرثوذكس أو الرعية الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، بالإضافة لأبناء الكرك. وعندنا طموح أنه يكون عندنا مركز خاص لمخيمات الشبيبة في المستقبل القريب إن شاء الله، بيخدم أبنائنا في كل محافظة الكرك. في عندنا إن شاء الله دراسة أنه كمان المريسية أو البيت، بيت الكنيسة هو كمان أيضا حجر من الداخل. في عندنا فكرة أنه كمان نرجعه زي ما كان أول، من الحجارة والعقد يبين كل إشي يترمم بشكل المناسب. حين الدخول لبيتك يا رب خشوع وفرحة بهية، لمجدك حياة من التسابيح الشجية، يا من بحبك فديت البشرية. أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.